الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد وزير الزراعة الحالي محمد كريم الخفاجي أن تغيير سعر صرف الدولار دمر المواطن العراقي والاقتصاد، مبينا أن العراق يحقق الاكتفاء الذاتي للبيض والدواجن لغاية الآن. وأضاف أنه من المحتمل أن ترتفع أسعار الحنطة عالميا، وهذا يهدد الاقتصاد العراقي، مؤكدا أنه لغاية الآن لم يحقق الاكتفاء الحقيقي للبيض والدواجن في العراق. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية في بغداد فيما ارتفعت في أربيل. وقالت مصادر صحفية إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 147,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي. وأشارت المصادر إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147,500 دينار لكل 100 دولار. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الأمريكية بأكثر من 2 مليار دولار لتصل إلى 20,364,000,000 دولار خلال شهر تشرين الأول الماضي. وقالت الخزانة الأمريكية في جدول لها أن حيازة العراق من السندات الأمريكية لشهر تشرين الأول ارتفعت بمقدار 2,410,000,000 دولار لتصل إلى 20,364,000,000 دولار بعد أن كانت 17,954,000,000 دولار في شهر أيلول الماضي. وأضافت أن السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 9 مليارات دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 11,336,000,000 دولار. أعلنت وزارة الزراعة الحالية في العراق أن العراق يحتاج لزراعة 5 ملايين دونم من محصول الحنطة في عدة محافظات لسد الاحتياجات المحلية. وقالت الوزارة إن قلة الأموال لدعم الفلاحين أثقلت كاهلهم، إضافة إلى عدم منح مستحقاتهم المالية وكذلك السماد، بالإضافة إلى مشكلة المياه. وأكدت أن تناقص الحنطة في العراق هو جرس إنذار، مبينة أنه جاء بسبب غياب الدعم الحكومي وشح المياه. وأشارت وزارة الزراعة إلى أهمية تغيير نظام الإرواء في العراق بالاعتماد على المرشات بدل السقاية السفحية. أفاد اتحاد المصارف في تركيا بأن وزير المالية نور الدين النبطي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديرية البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد ذي أسعار الفائدة المنخفضة الذي وضعته الحكومة. وقال اتحاد المصارف التركية إن البنوك تستخدم مواردها لتلبية الاحتياجات المالية للأسر وقطاع المعاملات الحقيقي ضمن آلية السوق الحرة بحسب ما أوردته وكالة رويترز. ختام الموجز، إلى اللقاء.